السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم معقوده بواحد الصلصه اللي زوينه بزاف ولذيذه كيف ما كتكال في المطاعم، وغندير لكم واحد الشرموله ديال الحوت حتى هي بنينه بزاف بزاف. بالنسبه للبطاطا ديالي بعد ما سلقتها القشور ديالها هي هذه، غنطحنها باقا سخونه باش تسهل عليا في الطحين ديالها. غنطحنها في الطحانه ديال المطريشه، من بعد غنضيف ليها القليل من الملح والقليل من الثوم بودر، ثومه بودره يعني. بالنسبه لهاد الثوم ديالي طحنتها ودرت ليها الملح وشويه ديال الفلفل الاسود والثوم المجفف، صبحت على هذا الشكل. غنديرها دوائر على القد اللي بغيتو نتوما، دوائر صغار كبار، وغنديرها في هذا البلاطو وغادي ندخلها للثلاجه. الا كنتو مزروبين عليها غدخلوها للمجمد، ما كنتوش مزروبين عليها غديروها غير في الثلاجه. انا البنات رجعت معكم. بالنسبه للتتبيله ولا الصلصه اللي غادي نفند فيها هذيك البطاطا ولا هذيك المعقوده، كنحتاجو الكاس ديال العنبه ديال الدقيق الابيض مع معلقه كبيره ديال الخميره بودر، عندي معلقه صغيره ديال قزبر حبوب، عندي معلقه صغيره مع عمراج ديال الفلفل الاسود دبزار، عندي القليل من الملح، عندي معلقه كبيره مع عمراج ديال الكمون، عندي معلقه صغيره بالنسبه لبنات الصلصه. هذا هو الشكل النهائي ديالها. غنغطي عليها وغنخليها تقريبا واحد الساعه تغتفاعل ليا، عاد غادي نفندها في البطاطا ديالي ونديرها التقله. دابا غنمشيو ان شاء الله غنشوفوا الشرموله ديال الحوت. بالنسبه لبنات الشرموله ديال الحوت، كنحتاجو جوج معالق ما بين القزبر والمعدنوس، عندي هنايا القليل من القزبر مطحون، القليل من الكمون، قليل من الملح، قليل من الفلفل الاحمر اللي هو البابريكا، قليل من الابزار، والقليل من الكركم. عندي الفرماج محكوك، عندي بصله محكوكه صغيره، عندي بطاطا محكوكه صغيره، القليل من المطار، شويه ديال زيت الزيتون، وجوج معالق ديال الخل. غادي ندير البنات المقادير ديالي كاملين هنايا باش نبدا نشرمل الحوت ديالي، البطاطا، البصله. الحوت كيبغي زيت الزيتون. بالنسبه لبنات الشرموله ديالي هي هذه، كتولي على هذا الشكل. دابا غنبدا نعمر الحوت ديالي. بالنسبه للحوت البنات من توصلو كنعصر عليه شويه ديال الحامض وكنخليه شي شويه كيولي بيض، شو البنات كيولي وكيولي نقي. كندير وحده وسط وحده ولا وحده في قلب وحده، كندوزها فينو. انا هنا عندي فينو اللي متوفر عنده اي دقيق، دقيق القمح، الخبز محمص، اي حاجه يديرها فيه، وكنحطها في اللاطه ديالي. بالنسبه لبنات العصير ديالي كنحتاجو حبه خياره، حبه ديال الليمون، نحيدو ليها القشره البيضاء حيت هي اللي كتعطي المروره، غنطحنها هكا صاينه. عندي نص حامضه، اللي عنده وحده كامله ما يديرش الليمون، يدير القشره ديال، يحك القشره ديال الحامض ويدير هذا اللب يحيد منه حتى هو القشره البيضاء حيت هي اللي كتمرر العصير. وعندي حبه ديال، جوج حبات ديال التفاح محيده لهم القشره ديالهم والقلب. غادي ندير هاد العناصر ديالي كاملين ونقطعهم قطع عشوائيه. بالنسبه لبنات زعلوك هو هذا، خدي جوج حبات ديال الدنجال ديال الباذنجان، قطع حيدت لهم القشره ديالهم، قطعتهم قطع ما صغيره ما كبيره، خديت فلفله وحده حتى هي قطعتها، مطيشه حتى هي قطعتها، درت معلقه ديال الكمون، نص معلقه ديال التحميره، قليل من الملح، درت زيت الزيتون بطبيعه الحال، ودرت القليل من الثوم. غنرد نزيد البنات شويه ديال الربيع القزبر والمعدنوس، وغنرد هذا الشيء تشحر يطيب ليا ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديال الاطباق ديالي، وبطبيعه الحال تشوفوا الطبيله ديالي وتنطلقوا.
بالنسبه لبنات الحوت ديالي هو هذا، هذه هي معقوده اللي شفتوا معايا، هذا هو الزعلوك راه فقصه بعد الزعلوك، هذا هو العصير، وهذه هي الطبيله ديالي اليوم. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، كنتمنى الوصفات اليوم يعجبوكم. الى عجبكم الفيديو ديالي ما تنساوش تكتبوا لي لي كومونتير ديالكم، وما تنساوش تابوناو في لاشين ديالي باش يوصلكم الجديد، وبالصحه فطوركم، والى اللقاء في فيديو اخر.